هذا رجل يقول: أستمع إلى الأذان ولا أعلم ماذا أقول حينما يؤذن المؤذن، فماذا أقول أو أفعل إذا سمعت المؤذن؟ يسن لسامع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول عقب كل كلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن من فعل ذلك دخل الجنة، كما رواه مسلم وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، وذلك لحديث رواه مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وروى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعند تثويب المؤذن يقول السامع: صدقت وبررت. كما يستحب الإكثار من الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة، وهو مرجو الإجابة، لحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وفي رواية: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: اسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كما يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم، إلا عند قوله قد قامت الصلاة، فيقول: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، يضع الإسلام شروطا للإمام، فهل للمؤذن شروط ينبغي أن تتوافر فيه أو صفات يجب أن يتصف بها؟ نعم، من الشروط الأساسية للمؤذن أن يكون مسلما مميزا ذكرا، كما يشترط لصحة الأذان الترتيب والموالاة بين كلماته، ورفع الصوت إذا كان لجماعة، ودخول وقت الصلاة إلا في أذان الصبح فمن نصف الليل. وهناك شروط للكمال لا للصحة، منها أن يكون المؤذن عدلا حسن السلوك، عالي الصوت حسنه، بالغا حد التكليف، وطاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فيكره الأذان من الفاسق ورديء الصوت، ومن الصبي، ومن المحدث حدثا أصغر أو أكبر وإن حصل في السنة. والله أعلم. يقول البعض إن المؤذن إذا رفع الأذان وهو غير طاهر أصيب بالمرض، فما صحة هذا القول؟ لم يقل أحد من الفقهاء إن المؤذن إذا كان غير متطهر من الحدث والنجس يكون أذانه باطلا، فأذانه صحيح، لكن الطهارة أفضل. وما يقال من أن الأذان بغير وضوء يكثر الآفات والأمراض فلا أصل له، وهو كلام يقصد منه الحث على الطهارة. والله أعلم. سيدة تقول: أحيانا أستمع إلى الأذان وأنا حائض، فهل أجيب المؤذن؟ وزوجي يستمع إليه وهو على جنابة، فهل يجيبه أيضا؟ إجابة المؤذن لا يشترط الطهارة، فتصح من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنها ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر. ولكن تكره الإجابة للمؤذن إذا كان الإنسان في بيت الخلاء
أو في عمل يسن فيه عدم الكلام، والله أعلم. يقال إن من يسمع الأذان ويقبل إصبعه ويمسح بها عينيه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصاب عينه بالمرض، فما صحة هذا القول؟ مسح العينين بالأصابع عند سماع الشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وقول مرحبا بحبيبي محمد بن عبد الله وقرة عيني والدعاء بالشفاعة لم يرد به نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عزى الديلمي في الفردوس هذا الفعل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رآه فعل ذلك من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي، وهو غير صحيح كما قال الحافظ السخاوي، بل اخترعت أحاديث تذكر أن من فعل ذلك لم تصب عيناه بالرمل أبدا، منها ما ذكره أحمد بن أبي بكر في كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فيه انقطاع ومجاهيل أن الذي قال ذلك هو الخضر عليه السلام، وما ذكره شمس الدين محمد بن صالح المدني في تاريخه مرويا عن الحسن رضي الله عنه، وكذلك ما ذكره صاحب المسائل الملقوطة أن نور الدين الخراساني العالم المشهور بمدينة شيراز كان يفعل ذلك من غير رواية حديث، ولما تركه مرضت عيناه، وهو قائم على التجارب وأمور غير ثابتة بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهي ليست محرمة، والله أعلم. رجل يقول دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فجلست، فنصحني أحد الجالسين بألا أجلس حتى يتم المؤذن أذانه، فما السند في قوله؟ إذا سمع الإنسان الأذان وهو واقف لا يلزمه الاستمرار في الوقوف حتى ينتهي الأذان، فله أن يجلس ويتحرك كما يشاء، ولم يرد بذلك حديث صحيح ولا ضعيف، كما أنه لا يشرع له الجلوس عند سماع الأذان إذا كان مضطجعا، فله أن يحكي ألفاظ الأذان مع المؤذن وهو مضطجع، لأن الآية وردت في جواز ذكر الله على كل حال، قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، لكن إذا دخل المسجد وسمع الأذان يظل واقفا ويردد ما يقوله المؤذن ثم يصلي تحية المسجد فيكون قد حاز فضيلتين قبل الجلوس، أما إذا جلس أثناء الأذان فقد فاتته فضيلة تحية المسجد، والله أعلم. وهل ينطبق هذا الحكم على من دخل المسجد في يوم الجمعة أو في غير الجمعة؟ إذا دخل الإنسان المسجد لأداء صلاة الجمعة أو غيرها في الوقت الذي كان المؤذن يؤذن فيه يطلب منه أمران مستحبان، الأول إجابة المؤذن والثاني تحية المسجد، فأيهما يبدأ به أو يفضله؟ الأول وقته محدود والثاني وقته متسع، ويمكن الجمع بينهما بأن يظل الداخل واقفا لا يجلس ويستمع إلى الأذان ويردده ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، ذلك لأن تحية المسجد تفوت بالجلوس، فلو جلس الإنسان ليسمع الأذان فاتت منه تحية المسجد، ولا يجوز له أن يقوم ليصليها
إذا كان الإمام على المنبر يوم الجمعة، فالحديث يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين ثم يجلس، وإذا استمر واقفا بعد دخول المسجد حاز فضيلة سماع المؤذن وترديد ما يقول، وبعد الانتهاء منه يصلي تحية المسجد ويجلس، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، نرى بعض المؤذنين يضعون أصابعهم في أذانهم وهم يرفعون الأذان، هل هذه سنة أم بدعة؟ وما فائدتها وما الحكمة منها؟ جاء في المغني لابن قدامة وشرحه أن المشهور عن أحمد بن حنبل أن المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم وهو مستحب. قال الترمذي: لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه وهو متفق عليه. وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك. وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه، لحديث أبي محذورة وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه. وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال: سألت أبا القاسم عن صفة ذلك فأرانيه بيديه جميعا فضم أصابعه على راحتيه ووضعهما على أذنيه. واحتج لذلك القاضي بما روى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذنا يقول له: أضمم أصابعك مع كفيك واجعلهما مضمومة على أذنيك. وبما روى الإمام أحمد عن أبي محذورة أنه كان يضم أصابعه، والأول أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به، وأيهما فعل فحسن وإن ترك الكل فلا بأس. هذا ما جاء في المغني عن استحباب وضع الإصبعين في الأذنين أو وضع الأصابع الأربع كلها على الأذنين. وكما قال ابن قدامة: وضع الإصبعين في الأذنين هو الأصح، والحكمة في ذلك أنه أرفع للصوت. والعلاقة بين رفع الصوت وشد الأذنين بالإصبعين تحتاج إلى تأصيل من المختصين، إن الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من هذا ولا ينبغي الجدل فيه، كما ختم ابن قدامة به الإجابة: أيهما فعل حسن وإن ترك الكل فلا بأس، والله أعلم. كثير من المؤذنين يؤذنون ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فما رأي الدين في ذلك؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة بل مطلوبة بعموم قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومطلوبة عقب الأذان للحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأصحاب السنن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وإذا كان الأمر في هذا الحديث لمن يستمعون الأذان فإنه لم يرد نهي عنها للمؤذن نفسه، فيبقى طلبها منه مؤكدا كطلبها من غيره كما قال بعض العلماء، غير أن مشروعيتها أو طلبها من المؤذن فيه رأيان في رفع صوته بها أو عدم رفعه.
فرأى جماعة أن نحافظ على ما كان عليه العمل أيام الرسول وصحابته من عدم رفع المؤذن صوته بها، لأن رفع الصوت بدعة ضلالة، وإن لم يمنعوا أن يقولها سرا فهي قربة في كل وقت. ورأى آخرون جواز رفع المؤذن صوته بها حيث لا يوجد ضرر ولا نص يمنعه أو يخشى معه لاعتقاد بأنها جزء من الأذان. قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى: قال المشايخ: الأصل سنة والكيفية بدعة، فهناك اجتهادان أو رأيان في الجهر بها وعدم الجهر، ولهذا لا يجوز التعصب لأحد الرأيين، فالتعصب لغير القطعي في الثبوت أو الدلالة منهي عنه لأنه يحدث فتنة نحن في غنى عنها. فالخلاصة أن الجهر بها بعد الأذان فيه رأيان: الجواز والمنع، ولا يجوز التعصب لرأي من الآراء، وإن جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن بعض الخلف زاد عقب الأذان وقبله أمورا، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقبه، ومنها التسابيح والاستغاثات قبله بالليل ونحو ذلك، وهي بدع مستحسنة لأنه لم يرد في السنة ما يمنعها، وعموم النصوص يقتضيها. وقال الشافعية والحنابلة: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان سنة. والله أعلم. ونرى البعض الآخر يدعو للخلفاء والصحابة والأولياء، فما حكم الدين في ذلك؟ قال المؤرخون: كان بلال إذا فرغ من الأذان يقف على باب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، حي على الصلاة. فلما ولي أبو بكر كان المؤذن سعد يقف على بابه ويسلم عليه ويدعوه إلى الصلاة، وحدث مثل ذلك أيام عمر وعثمان ومن بعدهم أيام الدولتين الأموية والعباسية، كان المؤذنون يسلمون على الخلفاء والأمراء ويدعونهم إلى الخروج للصلاة بالناس، وانتشر ذلك في أيام الفاطميين تعظيما لعلي ولآل البيت، ثم أبطله صلاح الدين واقتصر السلام على رسول الله ولم يجعله قاصرا على المسجد السلطاني، بل أمر كل المؤذنين أن يقولوا ذلك في بعض الأوقات ثم في الأوقات الأخرى ما عدا المغرب. فخلاصة الإجابة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة للسامع والمؤذن، وأن الجهر بها للمؤذن فيه رأيان: الجواز والمنع، وأن صيغة يا أول خلق الله لا داعي لها، وأن ذكر الأولياء والصالحين بعد الأذان أرجو عدم الإكثار منه مع التوصية بعدم التعصب لرأي من الآراء. والله أعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، ويقول البعض: فجر كاذب وفجر صادق، فهل هذا كان يؤذن بلال مرة وعبد الله بن أم مكتوم مرة أخرى؟ ولماذا لا يعمل بهذا الآن في الكثير من المساجد؟ يقول الله سبحانه في شأن الصيام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويقول في شأن الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان أي الذئب فلا يحل الصلاة ويحل الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا أي ممتدا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. ومن رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مد يده عن يمينه وعن يساره. يؤخذ من هذا أنه كان هناك أذانان للفجر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان الأول كان للتنبيه والاستعداد للصيام، والثاني كان للامتناع عن الطعام والشراب وبدء الصوم وحل صلاة الفجر. ويا ليت المساجد تأخذ بذلك إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما يؤخذ أن هناك ضوئين في آخر الليل، أحدهما يظهر في الأفق من أعلى إلى أسفل كالعمود، والثاني كان يظهر بعده ممتدا في الأفق عرضا يمينا ويسارا، والثاني هو الفجر الصادق المعول عليه في الصيام وصلاة الفجر. وجاء في رواية لمسلم عن المدة التي بين الأذانين جاء ما نصه: ولم يكن بينهما أي بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وبدء الأول مختلف فيه، لكن قد يؤخذ تعيين مبدئه من رواية النسائي والصحاوي من حديث عائشة أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، وكان يؤذنان في بيت مرتفع كما أخرجه أبو داود. فيكون الأذان الأول قبل الفجر بقليل، لكن جاء في شرح النووي لصحيح مسلم قال العلماء: معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. وهذا يدل على أن الأذان الأول كان قبل الوقت بوقت طويل لا يمكن تحديده. هذا وقد خالفت بعض الجماعات التقويم المعمول به لأوقات الصلاة وبخاصة الفجر، وقالوا إنه بعد التوقيت المنشور بالنتائج بثلث ساعة. ورد على ذلك الإدارات الفنية المتخصصة، وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 22 من نوفمبر 1981 بما نصه: إن الحساب الفلكي لمواقيت الصلاة الذي تصدره هيئة المساحة المصرية عرض على لجنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة، فانتهت إلى أن الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علماء الفلك المسلمين. واستئنافا لذلك ستشكل لجنة أخرى لمتابعة البحث، ويجب الالتزام بالمواقيت المذكورة لأنها موافقة لما جاء في الأحاديث التي رواها أصحاب السنن مما علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا. ومن الطريف أن القرطبي في تفسيره ذكر طائفة تقول إن حل الصلاة
وتحريم الطعام يكون بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت. وذكر في رواية للنسائي أن حذيفة تسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار إلا أن الشمس لم تطلع. وقال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة. وقال الطبري والذي دعاهم إلى هذا الكلام أن الصوم إنما هو في النهار والنهار عندهم من طلوع الشمس، فالأولى والواجب أن نتبع ما صدر عن الجهات الرسمية في الاعتماد على المواقيت المذكورة في النتائج الرسمية، والله أعلم. رجل يقول صليت صلاة الجمعة في مساجد عديدة، فوجدت في بعض المساجد المؤذن يؤذن أذانين والبعض الآخر يؤذن أذانا واحدا، فأيهما على الصواب؟ للجمعتك بقية الفرائض أذان واحد. ثم زاد عثمان رضي الله عنه في خلافته أذانا ثانيا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن السائب ابن يزيد أنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وفي رواية فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. وفي رواية لابن خزيمة كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، وفسر الأذانين بالأذان والإقامة تغليبا للأذان. وجاء في بعض الروايات فأمر عثمان بالنداء الأول، وفي رواية التأذين الثاني أمر به عثمان، ولا منافاة في ذلك لأنه سمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان والإقامة، وسمي أولا باعتبار كون فعله مقدما على الأذان والإقامة، وسمي ثانيا باعتبار الأذان الحقيقي الأول للإقامة. والزوراء كما في رواية البخاري موضع بسوق المدينة. قال الطبراني فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذن عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة. قال ابن حجر والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد الذات لكونه خليفة مطاع الأمر، وما قيل من أنه بدعة يراد أنه لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما لم يكن في زمنه مذموما. وما دام قد أمر به عثمان وهو من الخلفاء الراشدين وأقره الصحابة كان مشروعا، لحديث وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومن هنا لا يجوز الطعن في الأذان الأول للجمعة، ولا يجوز التعصب ضده، فقد مضى المسلمون على ذلك 14 قرنا دون نكير ممن يعتد بإنكاره. وعليه فلا وجه للاعتراض على من يصلي ركعتين بعد الأذان الأول قبل خروج الإمام للخطبة، فهناك فسحة لصلاتهما، لحديث بين كل أذانين صلاة، والله أعلم. هل من شروط الأذان أن يرفعه شخص
أم من الممكن الاستفادة بأجهزة الإعلام مثل الراديو والكاسيت والتلفزيون والفيديو لبث الأذان من خلالها، وخاصة أن من يرفعون الأذان فيها يتمتعون بأصوات جميلة؟ لا يكتفى بالأذان المسجل أو المذاع، فإن المسلمين مطالبون به، كما صح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أقرأكما، رواه البخاري ومسلم. والأذان سنة مؤكدة كما رآه أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هو من فروض الكفاية، وهو قول أكثر أصحاب أحمد بن حنبل وقول بعض أصحاب مالك، ويدل على فرضيته أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والمداومة منه ومن الخلفاء عليه. والأمر هنا للوجوب، والمداومة عليه تدل عليه، ولأنه شعار الإسلام. ومن أوجبه من الحنابلة أوجبه على أهل المصر، وقال مالك: يجب في كل مساجد الجماعة، ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان يسمعهم. وبهذا يعلم أن الأذان واجب أو سنة بالنسبة للفرد أو بالنسبة للجماعة، ويكره تركه، ويأثم من تركه على رأي من يوجبه، ولا بد أن يكون من مسلم، ولا يكتفى بإذاعة تسجيله، والله أعلم. أقيم في بلدتنا مسجد لصلاة النساء فقط، هل يصح أن تؤذن فيه امرأة وتقيم الصلاة، أم يستلزم ذلك وجود الرجل؟ يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع، بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذنت لنفسها. جاء في المغني لابن قدامة أنه لا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يسن لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلنا فلا بأس، وإن لم يفعلنا فجائز. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، كما رواه البيهقي. وروى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذنا، وأباح لها أن تؤم أهل بيتها. فالخلاصة أن للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لنساء مثلها، ولا ترفع صوتها حتى لا يسمعه أجنبي، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقيم الصلاة شخص غير الذي أذن، أم لابد أن يقيم الصلاة من رفع الأذان؟ تحدث القرطبي في تفسيره عن اختلاف العلماء في هذه المسألة، فقال: ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بأن يؤذن شخص ويقيم غيره، لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال، فأذن بلال، ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام، رواه أحمد وأبو داود. وقال الثوري والليث والشافعي: من أذن فهو يقيم، لكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. ثم انتهى القرطبي إلى قوله: ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة، فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع. وإلى جانب المناقشات الطويلة في كتاب نيل الأوصار للشوكاني، العلماء فريقان، وذلك كله في الأفضلية. أما الصحة فهي متفق عليها، سواء أقام المؤذن أم أقام غيره،
والأمر لا يحتاج إلى تعصب ولا إلى طول بحث، والله أعلم. هل يصح أن يؤذن للصلوات الفائتة؟ وإذا صح ذلك هل يكون على مسمع من الجميع أم يكون لمن سيصلي صلاة الفائتة فقط؟ يسن الأذان لقضاء الصلاة الفائتة، وإذا كان المصلي منفردا أي وحده كان الأذان بحيث يسمعه هو حتى لا يحصل ارتباك لمن يسمعه إذا رفع صوته. أما إذا كان هناك جماعة يقضون صلاة فالمؤذن يرفع صوته ليسمعهم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس أي ارتفعت، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر، والله أعلم. فضيلة الشيخ، دخل شخص المسجد والمؤذن يرفع الأذان فانتظر حتى انتهى المؤذن ثم خرج من المسجد، فهل هذا يصح؟ روى مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وروى أحمد بإسناد صحيح: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وروى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة لا يريد الرجعة فهو منافق. قال العلماء: إن الخروج من المسجد بعد الأذان لعذر وفي نيته الرجوع لصلاة الجماعة لا حرمة فيه ولا كراهة، أما الخروج لغير عذر أو لعذر وفي نيته عدم الرجوع فهو مكروه، ومن فعل ذلك عبر عنه الحديث بالمنافق الذي يظهر الإيمان أو الطاعة ليرائي بذلك الناس ويخفي الكفر أو العصيان، وهذا مذموم، مع العلم بأن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قول أبي هريرة ليس دائما حراما، فذلك يكون فقط في الواجب، أما عصيانه في السنة فهو مكروه فقط. والحديث دليل على الاهتمام بصلاة الجماعة في المسجد على الرغم من الاختلاف في أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض عين أو فرض كفاية، والله أعلم. تصرف مبالغ كبيرة على تشييد وإقامة المآذن، مع العلم أن مخدرات الصوت التي تقوم بمهمة الإعلام خير قيام، فهل الأنفع أن يوجه ثمن بناء المآذن إلى شيء آخر ينفع المسلمين أم أنها مظهر له أهميته؟ من أجل كثرة من يستجيبون للأذان فيصلون وكثرة من يسمعون ليشهدوا للمؤذن كان من السنة رفع الصوت بأقصى ما يمكن، ولهذا استعان الأولون عليه بأن يؤذن المؤذن على مكان مرتفع. وحدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن من فوق بناء مرتفع بجوار المسجد. روى أبو داود والبيهقي أن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر. وجاء في كتاب خلاصة الوفاء للسمهودي أن دار عبد الله بن عمر كان فيها اسطوانة في قبلة المسجد يؤذن عليها بلال يرقى إليها بأقتاب، والقتب هو رحل البعير الذي يوضع على ظهره ليركب الراكب. فاتخاذ مكان عال للأذان عليه أمر مشروع ومستحب،
وتبعا لسنة التصور بنيت أبراج عالية في المساجد للأذان، وهي التي تسمى بالمآذن أو المنارات، لأن الأنوار كانت ترفع عليها في مناسبات الأفراح، أو لأنها منارات وعلامات تدل على المساجد أو على إسلام أهلها. ومهما يكن من شيء، فإن لم تكن فيها فائدة فليس فيها ضرر. وإذا كانت للمشيدين لها نيات فالله يجزيهم بما نووا، لكنها على كل حال مظهر من المظاهر الإسلامية، وبخاصة في هذه الأيام التي تحتاج إلى تكثيف للدعوة للإسلام بكل الوسائل الممكنة. والله أعلم. رجل يسأل: في قريتنا صبي عمره 6 سنوات وصوته نبي وجميل، وهو الذي يرفع الأذان على الرغم من وجود أكثر من شخص أصحاب أصوات جميلة، ولكن ليست بدرجة جمال صوت الصبي، فأيهما أحق برفع الأذان؟ من المعلوم أن الصوت الجميل في القراءة والذكر والتبليغ محبب إلى كل النفوس، وإذا كان الأذان هو لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة ففيه دعوة لهم للإقبال على الصلاة، حي على الصلاة. والصوت الجميل من الداعي يساعد على إجابة دعوته. ولذلك لما رأى عبد الله بن زيد كلمات الأذان وأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، أمره أن يلقنها لبلال لينادي هو بها، وقال في سبب ذلك: فإنه أندى صوتا منك. وروى ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن أبا محذورة حسن الصوت علمه الأذان. وإذا كان المطلوب من الجماعة أن يؤذن فيهم واحد، فإن المطلوب يحصل بأي شخص مسلم عاقل، لا يشترط فيه أن يكون بالغا ولا فقيها، بل ولا متطهرا من الحدث وإن كان يستحسن ذلك. لكن الصوت الجميل من الصبي المميز له دخل كبير في تحقيق هذا المطلوب، ولذلك عني الرسول صلى الله عليه وسلم بجمال الصوت، وبه يكون الترجيح. والله أعلم. هل المسافر في طائرة أو باخرة أو قطار أو عبر طريق بري إذا علم بدخول الوقت عليه أن يؤذن؟ قلنا إن الأذان سنة، وإذا كان الأذان له فقط ليصلي فلا مانع أن يؤذن، وإذا كان هناك جماعة معه رفع صوته بالأذان حتى يعلم به الحاضرون وحتى يدخلوا في الصلاة. والله أعلم. أمطرت الدنيا مطرا شديدا قطع الطريق إلى المسجد فلم نتمكن من الأذان لصلاة الظهر، فهل بعد زوال السبب نؤذن للصلاة أم نصلي بغير أذان؟ قلنا إن الأذان سنة، وهو للواحد وللجماعة، فإذا كان الإنسان سيصلي وحده أذن بصوت يسمعه هو، إذا كان يؤذن لجماعة رفع صوته بالأذان، إن لم يكن هناك مسجد آخر، لأنه لو أذن بعد أذان المسجد الآخر حصلت بلبلة وذلك ممنوع. والله أعلم. إذا أقيمت جماعة بدون إقامة وكان أحد الأشخاص يصلي منفردا ثم جاء شخص فصلى خلفه ثم كثرت الصفوف ولم يكن قد أقيم للصلاة، فهل يؤثر ذلك على الصلاة سواء أكان المصلي في جماعة أو منفردا؟ معلوم أن الإقامة سنة كالأذان، لو تركها الإنسان أو الجماعة عمدا فإن ذلك لا حرمة فيه وإن كان مكروها، والصلاة صحيحة على أي حال بدون الإقامة. والله أعلم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فما المقصود هنا بالمسجد وما المقصود بالزينة؟ أمر الله المؤمنين إذا ذهبوا للصلاة
أن يستروا عوراتهم بالملابس خلافا لما كان عليه العرب من خلع ملابسهم والطواف حول البيت عراة. وقيل إن المراد بالزينة هو ما زاد على ستر العورة كالتطيب وحسن الهندام واختيار الملابس النظيفة ذات اللون الأبيض بالذات الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أو أي لون آخر. أما يتزين الإنسان بتقليم الأظفار وتهذيب الشعر وتنظيمه حسب العرف الذي لا يخالف الشرع. وفي هذا التشريع وهو اتخاذ الزينة جمع بين مطالب الروح والجسد في اعتدال وتوسط. وقد أنكر الله على من يحرمون التزين والتمتع بالمباحات في الحدود المعقولة من أكل وشرب ولبس وغير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان على رقة حاله نموذجا صالحا في التزين بما يتاح ويباح، ومأثوراته في ذلك كثيرة. ويكفي من ذلك حديث صلاة الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. فالمهم أن التزين في حدود المشروع عند الذهاب إلى المساجد أمر مطلوب، والله أعلم. قال الله تعالى في سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فما المقصود بعمارة المساجد؟ عمارة المساجد يقصد بها إقامتها وتهيئتها بالنظافة والخدمة وغير ذلك لأداء العبادة، كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقد كان العرب يعمرون المسجد الحرام بالخدمة والسقاية والحجابة، ويعتقدون أنها أفضل من الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه عمارة في المبنى، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ترغب فيها. أما عمارة المعنى فتكون بالتردد عليها وإقام الجماعات والجمع والاعتكاف فيها وبغير ذلك من الأنشطة الدينية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد نهى الإسلام عن تخريب المساجد إما بهدمها وإما بإغلاقها حتى لا تقام فيها الشعائر وإما بإهمال نظافتها. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وفي الحديث الشريف: ابن المساجد وأخرج القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وإخراج القمامة منها مهور حور العين كما رواه الطبراني. والتخريب للمساجد بمعنييه المادي والأدبي أشار إليه القرطبي في تفسيره فقال: خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بط نصر وغيره لبيت المقدس، ويكون مجازا كمنع المشركين للمسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها
حراب وهذا ممنوع والله أعلم. بنى أحد المصلين مسجدا وحدث خلاف في المسجد بينه وبين بعض المصلين في أمور فقهية، فقال: أنا بنيت هذا المسجد لي ولأولادي، فهل هذا القول صحيح أم جالبه الصواب؟ إذا تحققت المسجدية في أرض وذلك بالبناء والصلاة أصبح المسجد ملكا لله، لا يجوز لأحد أن يتملكه أو يتصرف فيه بما يخرجه عن مهمته الدينية. لكن لو تخرب المسجد ولا يوجد ما يعمره أو هاجر الناس من حوله، فقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: يعود المسجد إلى ملك المتبرع إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، لأنه عينه لقربة مخصوصة فإذا انقطعت رجع إلى المالك. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: على الرغم من ذلك فهو ما يزال مسجدا إلى يوم القيامة ولا يعود إلى ملك أحد من الناس، لأنه صار ملكا لله وحده. فالخلاصة أن المسجد إذا بناه أحد من الناس وأديت فيه الصلاة خرج عن ملكية من بناه وصار ملكا لله وحده حتى لو تخرب والله أعلم. قال الله تعالى في سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. صدق الله العظيم. فما هو مسجد الضرار؟ وهل يوجد له شبيه في مساجد هذا العصر؟ هذه الآية نزلت في جماعة من المدينة أرادوا أن يبنوا مسجدا يصلي فيه الرسول ويباركه كما صلى في مسجد قباء وباركه، فلما بنوه دعوا الرسول للصلاة فيه وكان خارجا لغزوة تبوك، فوعدهم إن عاد فأخبره الله بأن المسجد ليس خالصا لله بل بني للضرار والانصراف عن الصلاة في مسجد الرسول واستقبال أبي عامر الراهب الذي فر إلى الروم وتنصر وطلبوا عودته، فأمر الرسول بإحراق المسجد وهدمه. يقول القرطبي في تفسيره: قال علماؤنا أي المالكية: لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا يصرف أهل المسجد الأول عنه فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة أو المكان كبيرا فلا يكفي أهل هذه المحلة مسجد واحد فيبنى حينئذ إذا لم يتيسر له مكان بعيد يبنى فيه. وقال: كل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه. ثم ذكر القرطبي أن من فعل أي شيء بقصد الإضرار بالغير وجب منعه، وهدم مسجد الضرار له حيثيات وهي الإضرار والكفر والتفريق وإيواء المحاربين لله ورسوله. ومن هنا إذا بني مسجد في منطقة وبخاصة إذا كانت مساجدها كافية يراد بذلك تفريق كلمة المسلمين أو الإضرار بالناس بأي لون من ألوان الضرر عقيدة أو سلوكا، وتجتمع فيه بعض الجماعات الخارجة عن حدود الدين لأنهم يكفرون غيرهم مثلا أو يستحلون حرماتهم أو يريدون بذلك رياء وسمعة، فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه على ما رآه علماء المالكية كما ذكره القرطبي. وبهذا لا بد من اعتبار النية
والنظر إلى الأثر المترتب على بناء هذه المساجد، والأمر يحتاج إلى دقة وحكمة في المعالجة، والتوعية لها دخل كبير في هذا الموضوع، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، إن بعض أصحاب المهن غير الشريفة أو الحرام مثل السارقين وتجار المخدرات وبائع الخمور وأصحاب الملاهي الليلية والراقصات يقومون ببناء بعض المساجد، وتوجد شبهة كبيرة في مصادر أموالهم، فهل تصح الصلاة في مثل هذه المساجد؟ وما حكم الدين في ذلك؟ بعيدا عن ثواب بناء المساجد، لأنه لا يكون إلا للمؤمن المطيع صاحب الكسب الحلال، بعيدا عن ذلك، قال العلماء إن تبرع الكافر لبناء مسجد أو لتجهيزه يقبل منه في الدنيا وتصح الصلاة فيه، وإن لم يكن له ثواب عند الله في الآخرة فثوابه في الدنيا بمثل تكريم الناس له. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وصرح الإمام الشافعي بجواز وصية غير المسلم لبناء مسجد للمسلمين حتى ولو كان المسجد الأقصى. وفي كتب الأحناف أن بناء غير المسلم مسجدا لقوم من المسلمين أو جعل داره مسجدا لهم وأذن لهم بالصلاة في هذه المساجد جازت الصلاة. وإذا كان هذا الحكم هو صحة الصلاة في مساجد بناها غير المسلمين فهي صحيحة من باب أولى إذا بناها أو تبرع لها أحد المسلمين حتى لو كان عاصيا مرتكبا لكل أنواع المعاصي، لأنه ما زال مؤمنا على الرغم من عصيانه ما لم يشرك بالله، ثم نترك ثوابه لله تعالى. هذا. وقد قرر العلماء أن التوبة من المال الحرام تكون برده إلى أصحابه إن علموا، فإن لم يعلموا وضع ذلك المال في منفعة عامة للمسلمين ومنها المساجد. وهذا يؤكد القول بصحة الصلاة في المساجد التي بنيت بأموال غير حلال، والله أعلم. بنى رجل مسجدا وأوصى بأن يدفن فيه، فهل هذه الوصية صحيحة من وجهة نظر الشرع؟ يرى الإمام أحمد الذي أخذ به ابن تيمية وابن القيم أن الدفن في المسجد حرام، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم بالسابق. وعلى هذا لا تجوز الوصية بالدفن في المسجد، ولو أوصى أحد بذلك لا تنفذ الوصية. وإذا كان الشافعي يرى أن الدفن في المسجد مكروه كراهة تنزيه، فإن الوصية بالدفن فيه مكروهة ولا يجب تنفيذها، وهذا إذا كان الدفن في داخل المسجد. أما لو كان بجواره وخارجا عنه فلا حرمة ولا كراهة في الوصية والتنفيذ، والله أعلم. كثر بناء المساجد أسفل العمارات، فما حكم الصلاة فيها وفوقها العديد من الطوابع المأهولة بالسكان؟ وما الحكم إذا أراد صاحب العمارة هدمها وإقامة غيرها؟ مما اختص الله به الأمة الإسلامية أنه جعل الأرض كلها مسجدا، فأينما أدركت الإنسان الصلاة صلى، وما دامت الأرض قد خصصها صاحبها للصلاة وصلى الناس فيها صارت مسجدا وله أحكام كل المساجد، وتكون الصلاة فيه أفضل من الصلاة في أي بقعة أخرى من الأرض. والمساجد نفسها بينها تفاضل، فأفضلها المسجد الحرام بمكة لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه،
ثم مسجد المدينة، لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وفي كل ذلك ورد في الأحاديث. أما باقي المساجد فهي سواء في الثواب، وبعض العلماء قال المسجد الكبير أولى من المسجد الصغير للصلاة، وقال البعض المسجد البعيد أولى لكثرة الخطى إليه، وكل ذلك خلاف في الأفضلية. أما الصلاة في أي مسجد منها فهي صلاة صحيحة لا غبار عليها، وتقام فيها الجماعات والجمع والأعياد وغيرها على رأي الجمهور الذي يسوي بين المساجد في صحة الجمعة، لا فرق بين القديم والجديد. وإذا أراد صاحب العمارة هدمها فما يزال المسجد ملكا لله، ويبنى من جديد ولا يخرب ولا ينتفع به في غير الصلاة، والله أعلم.